بسم الله الرحمن الرحيم. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء، وكنا تكلمنا في الباب الأول الذي هو صفة الوضوء، وبعد ذلك ألحق مالك رحمه الله الصفة بهذا الباب الذي باب وضوء النائم، وهو عبر هنا بالخصوص وإن كان يريد العموم، فكأن هذا الباب خصه لمالك في موجبات الوضوء أو في نواقض الوضوء. فقدم مالك رحمه الله باب صفة الوضوء من باب تقديم الأفضل أو من باب تقديم الوضوء لشرفه، ثم أتبعه بالموجب لهذا الوضوء، ثم أتبعه بباب الطهور الذي هو الماء الذي يستعمل في هذه الطهارة. فمالك رحمه الله هنا انتهج هذا النهج، وقد وافقه الإمام البخاري في ذلك. قال مالك رحمه الله: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من الأحكام ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بالوضوء أو بالنوم في كونه ناقدا للوضوء أم لا. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، هذا الحديث الذي افتتح به مالك رحمه الله هذا الباب يتكلم عليه الفقهاء من باب أن هذا الحديث جاء في بيان حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإماء، فهو يتعلق باليدين، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وخالف بعض الفقهاء ومنهم ابن رشد رحمة الله عليه وعلى أئمتنا في بداية المجتهد، فإنه قال: الظاهر من هذا الحديث أنه يتعلق أو جاء في بيان الماء الذي يتوضأ به، وليس في بيان اليدين أو في بيان حكم اليدين، وإن كان الحديث ظاهر في كونه سيق لبيان حكم اليدين. ولا مانع أن يحمل الحديث على الاحتمالين، أن هذا الحديث ساقه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان معرفة حكم اليدين ولبيان معرفة الماء الذي يتوضأ به. نعيد قراءة الحديث ونعيد قراءة الإسناد ونتكلم عليه إن شاء الله. نعم. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، هذا الحديث أو هذا الإسناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، سبق هذا الإسناد في أول حديث في الباب الذي قبل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، من نفس هذا الطريق، الحديث الذي تقدم معنا. فمالك أو جميع الرواة الذين رووا الحديث هذا عن مالك فرقوا الحديثين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذا الإسناد في الباب الأول: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر،
ومن استجمر فليوتر، هذا الحديث. ثم الشق الثاني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده ثلاثا. هكذا جاءت الرواية في جميع من روى الحديث عن مالك إلا رواية الإمام البخاري في صحيحه، فإن البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو شيخه وهو الذي أخذ عنه الموطأ وقدم روايته في الصحيح، قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم ساق الحديث الأول الذي هو إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وإذا استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم، وساق هذا الحديث، فجاء في موطن واحد. فإذا عندنا جميع الرواة الذين رووا عن مالك فرقوا الحديث إلا هذه الرواية التي هي رواية عبد الله ابن يوسف. أبو نعيم في المستخرج على الصحيح ساق رواية الرواية عن شيخ البخاري الذي هو عبد الله بن يوسف وساقها مفرقة، وساقها مفرقة، فعلم بأن الجمع كان من صنيع الإمام البخاري، فعليه قال العلماء إن البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إذا وجد أن الحديث له نفس الإسناد ونفس المخرج فلا يمتنع من أن يجمع اللفظين في مكان واحد، كما أنه يفرق الحديث الواحد إذا اشتمل على عدة معان في عدة مواطن، وإلا الأصل أن هذا الحديث مثل ما جاء هنا فإنه مفرق في موطنين وهو لفظين اثنين، لكن بما أن اتحد الإسناد فلا حرج بالنسبة لعند الإمام البخاري أن يجمع بين الأمرين. هذا بما يخص هذه الرواية بالنسبة لرواية البخاري. إذا أردنا أننا نضبط رواية يحيى هذه مع الروايات الأخرى للموطأ، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده. فليغسل يده، لفظة يده هكذا جميع من روى الموطأ عن الإمام مالك إلا رجلان في موطأ محمد بن الحسن وفي موطأ سويد، فإنهم قال فليغسل يداه بالتثنية. نعم، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. يدخلها فتكون بالنسبة لرواية الاثنين فليدخل هما. نعم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، وهنا اتفق البقية على هذا اللفظ. طيب، الآن نبدأ في شرح هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم، أو قبل أننا نبدأ في شرح هذا الحديث نتكلم من ناحية من أخرج هذا الحديث. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، بل رواه أهل الكتب أجمعون. فبالنسبة لرواية أبي هريرة أخرجها الأئمة الست، وأبو هريرة هذا الحديث روي عنه من 13 رجل، رواها عن أبو هريرة 13 رجل، وشارك أبو هريرة في هذا الحديث ابن عمر وعلي وجابر وعائشة، فهؤلاء الأربعة رووا نفس هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة. رواية البخاري تتفق طبقا مع رواية الإمام مالك. رواية مسلم خالفت رواية مالك في 3 مسائل. المسألة الأولى في رواية مسلم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده ثلاثا، فزاد ثلاثا، وفي رواية الترمذي 2 أو 3. طيب، هذا بالنسبة للخلاف الأول بالنسبة لرواية مسلم. الخلاف الثاني هو زيادة جملة، ففي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، فأضاف النهي وليغسلها ثلاثا. وهذا الموطن الثاني الذي خالفت فيه رواية مسلم هذا الحديث. الموطن الثالث فإن مسلم لم يقل في وضوئه وإنما قال في إنائه، وفي رواية ابن خزيمة قال في وضوئه أو إنائه. واضح؟ فهذه مجمل الروايات التي جاءت هنا، وكل هذه الروايات التي ذكرناها ستؤثر بالنسبة لفهم هذا الحديث أو في ضبط فوائده. طيب، هذا بالنسبة لروايات الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم،
إذا استيقظ هنا شرط، وجوابه فليغسل. ومفهوم الشرط يقول به عامة أهل العلم، يعني إذا استيقظ فليغسل، فإذا الإنسان لم يكن مستيقظ فلا يغسل. المفهوم واضح؟ فأهل العلم قاطبة يقولون بأن مفهوم الشرط هنا محكم ولا بد بالقول به. وذهب بعض العلماء إلى أن المفهوم هنا معطل، المفهوم هنا معطل، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ لا يقصد به، وإنما هذه هي صورة فقط، فليغسل، فإذا مطلقا يجب غسل اليدين. إذا رجعنا إلى قول الجمهور، فإن الجمهور بالنسبة لغسل اليد لها حالتان عندهم. الحالة الأولى هي حالة الإطلاق، والحالة الثانية هي حالة التقييد. فحالة التقييد هي التي جاءت في هذا الحديث، وهي حالة كون صاحبها مستيقظ من نومه. والحالة الإطلاق هي ما عدا هذه الصورة. فأما حالة الإطلاق فجماهير أهل العلم على أن غسل اليدين مستحب في الوضوء، مستحب في الوضوء وهو مندوب. والدليل على الندب أو الاستحباب الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بينها الحديث عبد الله بن زيد الذي تقدم معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل يديه وواظب على ذلك. يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: ولا نعلم في ذلك خلافا. في هذه المسألة أن في غير في حالة الإطلاق أن الأمر في ذلك محمول على الندب، ولكن إذا فتش في كتب العلم نجد أنه قد وقع الخلاف في ذلك، فقد خالف الإمام الشعبي وبعض الفقهاء في هذه المسألة، وقالوا بأن المفهوم هنا معطل، فتستوي الحالتان، حالة الإطلاق وحالة إيش؟ التقييد. واضح؟ هذا بالنسبة للحالة الأولى. أما حالة التقييد فهذه التي معنا في هذا الحديث. فإذا تكلمنا على حالة الإطلاق، وقلنا بعض الفقهاء قد خالف، وممن نقل هذا الخلاف الإمام المروزي والإمام العراقي، وقد نقلوا الخلاف عن الإمام الشعبي وغيره من الفقهاء. طيب، على قول الجمهور كون أنهم يقولون بالمفهوم ما عندنا إشكال، لكن الذين نفوا المفهوم وقالوا هنا المفهوم معطل، ما دليلهم على ذلك؟ الذين سووا بين حالة الإطلاق وحالة التقييد في اليدين، لم أقف لهم على دليل صريح ينص عليه، ولكن قال الزين العراقي رحمه الله: هم قالوا بأن المفهوم هذا قد خرج مخرج الغالب، والمفهوم إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا يعتد به. وفي مفهوم الشرط يكون المفهوم خارج فيه مخرج الغالب إذا جاء عن طريق سؤال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيغسل الرجل يديه إذا استيقظ من النوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده. والجواب إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا يعتد بمفهومه، إلا أنه لم تثبت أي رواية في هذا الحديث أنه كان أو أن سببه سؤال، فبقينا على الأصل وهو أن الحديث له مفهوم، وهذا المفهوم يعتد به. الذي معنا الآن على الجمهور بأن غسل اليدين له حالتان: حالة تقييد وحالة إطلاق. حالة التقييد هي حالة كون صاحبها مستيقظ، والإطلاق لا يختلفون فيها أنه محمولة على الندب. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده. طيب، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل. هنا عندنا سؤالان لطيفان، وهو لفظة نومه، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، لماذا جاء بلفظة نومه رغم أن الإنسان الذي استيقظ قطعا هو استيقظ من نوم، فلا يحتاج إلى لفظة نومه. ثم قال إذا استيقظ أحدكم، والمعلوم أن الإنسان لا يستيقظ من نوم غيره، فإنه يستيقظ من نومه، فلماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا بهذين اللفظين؟ واضح السؤالان؟ طيب، بالنسبة للسؤال الأول وهو قوله من نومه، ففيها فائدة، وهي حتى يخرج صورة الغفلة،
وإلا فإن العرب تقول قد استيقظ الرجل من غفلته أو من غشيته، فالاستيقاظ لا يخص بالنوم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا استيقظ أحدكم من نومه علق الحكم على هذه الصفة، فأخرج الصفات الأخرى في الاستيقاظ. هذا أولا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلفظة أحدكم يقول العلماء جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفهم بأن هذا الحكم خاص بنا ولا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نومه وحي. لهذا فإذا نام كانت العينان نائمتان وأما القلب فيقضان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده هذا خاص بكم ولا يشملني أنا، بل لا يشمل الأنبياء كلهم، لأن حالة نومهم تستوي مع حالة يقظتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه. نعم اقرأ. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده. طيب قبله. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، الفاء هنا جواب الشرط، رابط الجواب الشرط، يعني إذا استيقظت فاغسل. هنا عندنا فاغسل أمر، والذي عليه أهل الأصول بأن الأمر يقتضي الوجوب، وإذا انضمت إليه رواية مسلم التي قدمناها وهي فلا يغمس يده، وهنا إيش؟ نهي، والنهي يقتضي التحريم. فإذا عندنا أمر الأصل فيه أن يحمل على الوجوب، وعندنا نهي الأصل فيه أن يحمل على التحريم. فجاءنا هنا سؤال، هل هذا الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي فلا يغمس، هل هو باق على حقيقته أو أنه مصروف؟ واضح السؤال؟ هذا السؤال الأول. ثم من نومه هل هو عام أو خاص؟ فعندنا سؤالان الآن نوردهما في هذه المسألة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل علمنا بأنه أمر، فهل هو أمر للوجوب أو مصروف عن الوجوب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. ذهب عامة أهل العلم ومنهم السادة الأحناف والسادة المالكية والسادة الشافعية قولا واحدا رحمة الله عليهم على أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل أنه محمول على الندب، وعلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس أنه محمول على كراهة التنزيه. هذا القول الأول. أما القول الثاني فذهب الإمام أحمد أو الحنابلة في أظهر الروايات عنهم وأشهرها، وهو مذهب الظاهرية، على أن الأمر هنا باق على أصله وأنه للتحريم. الأمر أنه للوجوب والنهي على أنه للتحريم. فتلخص الآن عندنا قولان، قول بأنه للوجوب وقول بأنه إيش؟ للاستحباب. طيب الذين قالوا بأن الأمر هنا للوجوب اختلفوا هل الوجوب مطلقا أو مقيد، فذهب الحنابلة قولا واحدا على أن الوجوب هنا مقيد أو مقيد بنوم الليل فقط، فيخرج نوم النهار. وذهب الظاهرية إلى الإطلاق وإلى العموم، وأن هذا الأمر واجب مطلقا في نوم الليل والنهار. بهذا الكلام إذا أردنا أن نفصل، ففي مسألة غسل اليدين في هذا الحديث اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: قول بأنه مندوب إليه مطلقا وهو قول الجمهور، وقول بأنه واجب مطلقا وهو قول الظاهرية، وقول بأنه واجب لكن في نوم الليل فقط وهو مذهب السادة الحنابلة. واضح؟ بالنسبة لمذهب الظاهرية ما عندنا فيه إشكال، لأن الأمر يقتضي الوجوب، وهم قالوا على ظاهر الحديث. فيبقى معنا الإشكال على مذهب الجمهور والإشكال على مذهب الإمام أحمد. فنناقش المسألة الأولى لأننا سنناقش الإمام أحمد فيها، ثم نناقش المسألة الثانية لأننا نناقش الظاهرية فيها. طيب الذين قالوا بالوجوب ما عندنا فيه إشكال. طيب أنتم أيها الجمهور قد حملتم اللفظ على غير ظاهره وصرفتوه من الوجوب إلى الندب، فما هو الدليل على ذلك؟ دليل الجمهور في صرف هذا اللفظ من وجوبه إلى ندبه قالوا
الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فأمر بغسل الأعضاء الأربع وقال إذا قمتم. وسيأتي معنا مالك عن زيد بن أسلم بأنه فسر هذه إذا قمتم من النوم، وإن كان لفظ الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، وهنا إذا استيقظ، فإذا قمتم يدخل فيها هذه الحالة التي حالة كونه مستيقظا لأنه عام. وإذا جاء بما طلب منه من الآية فقد جاء بالوجوب، والوجوب يقتضي الإجزاء. واضح هذا الدليل؟ فدل على أن الآية تقتصر فيها على الوجوب وما عداها يحمل على الندب. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني الحديث الذي قدمناه دائما، وهو حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، وقد أمر الله بالأعضاء الأربع فقط، وما لم يكن واجبا في الوضوء لا يجب في غير الوضوء. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث هو الرواية التي جاءت في مسلم قال: فليغسله ثلاثا، فليغسل يديه ثلاثا. قالوا إن العدد يقتضي الندب، العدد يقتضي الندب. كيف؟ ما معنى أو العدد يقتضي الندب؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل. طيب هنا الغسل مثل ما يقول الإمام الكساني في البدائع قال: فليغسل. هنا أمر بطهارة، فهي لا تخرج، إما أن تكون طهارة حدث أو طهارة خبث. أما إذا قلنا بأنها طهارة حدث فلا يسلم ذلك لأنها غسل عضو واحد، فيبقى أنها طهارة خبث. إذا كانت طهارة خبث يعني طهارة في إزالة النجاسة، فإن هنا لا يوجد نجاسة متيقنة، فبقي على أنها طهارة خبث لنجاسة غير متيقنة، وما كان غير متيقن فهو للندب لا للوجوب. هذا بالنسبة لدليلهم الثالث. دليلهم الرابع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: فإن أحدكم، اقرأ الحديث، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإن أحدكم هنا تعليل، وعلماء الأصول هذا عندهم من أقوى المسالك في إثبات العلة، وهو أن يترتب الوصف بالفاء على الحكم. إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم كي لا يكون دولة بين الأغنياء، فهنا نص على العلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا فهنا قد علل، وقد علل، والعلة الموجودة هنا يسميها علماء الأصول بالعلة المشكوك فيها، والشك لا يوجب حكما اتفاقا، الشك لا يوجب حكما اتفاقا. فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل ليس على حقيقته في الوجوب، بل هو محمول على الندب. والذي يقوي هذا على أنه قال فإن أحدكم لا يدري، إذن الأمر مشكوك فيه. إذا استصحبت البراءة الأصلية وهي طهارة اليد فإنك لا يمكن أن تقول بالوجوب، كما أنك في مسألة الحدث الإنسان إذا شك في الحدث فإن يلغي الشك ويبقى على إيش؟ استصحاب أصله الذي هو وجود الطهارة. فهذه الأدلة الأربعة قاضية على أن تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. وقول الجمهور هنا أقوى من حيث الدليل، واختاره معظم المحققين كابن المنذر حتى ابن قدامة رحمة الله عليه، وإن كان حنبلي اختار هذا القول من حيث أن الأمر هنا لا يحمل على حقيقته. طيب هذه انتهينا من المسألة الأولى، ستأتي معنا المسألة إيش؟ الثانية، التي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، هل هو مطلق مثل ما يقول الجمهور أو أنه خاص بالليل مثل ما يقول الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد: الحديث هذا لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإن أحدكم لا يدري أين باتت، قال: والبيتوتة لا تطلقها العرب إلا إذا كان من نوم الليل. فدل على أن الحكم خاص بنوم الليل دون غيره. وأكد هذا برواية الترمذي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ
أحدكم من نومه في الليل، فقد صرح بلفظة الليل، فقال هذا دليل على أن هذا خاص بنوم الليل فقط. واضح؟ هذا من حيث دليله، من حيث النقل. من حيث العقل قال أنتم تلحقون النهار بالليل من باب إيش؟ من باب القياس، وإلا الحديث الآن جاء في إيش؟ جاء في الليل، فأنتم تقولون لا يوجد فارق بين نوم الليل ونوم النهار فيلحق من باب نفي الفارق ومن باب القياس. واضح؟ فيقول الإمام أحمد القياس هذا لا يسلم لك لأمرين اثنين. أولا أن هذا أمر تعبدي، والتعبد لا يجري فيه القياس. والأمر الآخر قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هو حري بأن يلحق بنوم الليل فقط، لأن نوم الليل مظنة الغفلة أكثر ومظنة النوم، وتحقيق العلة هنا كون اليد تجول ولا يدري أي صاحبها أين باتت أقوى في نوم الليل دون نوم النهار. واضح مسلك الذي سلكه الإمام أحمد؟ طيب، الجمهور يقولون، قالوا أولا في دليلهم بأن هذا الأمر باق على عمومه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث، اقرأ، إذا استيقظ أحدكم من نومه، من نومه وأطلق، فيدخل فيه كل نوم، نوم ليل أو نوم نهار. وأكدوا ذلك برواية الدارقطني في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين كانت تطوف يده، وفي رواية أبي داود فإن أحدكم لا يدري أين كانت تطوف يده، وفي الرواية الأخرى فإن أحدكم لا يدري أين طافت يده. والطواف موجود في نوم الليل كما أنه موجود في نوم النهار. ثم قالوا إن لفظة البيات هنا كما يقول بعض العلماء اللغة فإن أحدكم لا يدري أين باتت بمعنى صارت، البيات هنا بمعنى صار. ثم من حيث المعنى فإنه لا يوجد فارق بين نوم الليل ونوم النهار، فيكون ما جاء من نوم الليل هنا خرج مخرج الغالب، وإذا خرج الأمر مخرج الغالب فلا يعتد بمفهومه. واضح الآن دليل الإمام أحمد ودليل الجمهور؟ نعم. بالنسبة لهذه المسألة الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه قال ما استدل به الإمام أحمد يعني له وجهة من النظر، ونحن كنا قد اخترنا الآن في المسألة الأولى قول الجمهور، فالذي يترجح في نظري والعلم عند الله في هذه المسألة ما قاله بعض محققي الشافعية، وهو قالوا لا مانع أن يكون الأمر مثل ما قلنا للاستحباب، إلا أنه في نوم الليل أشد استحبابا وآكد من غيره في نوم النهار. وإذا قلت بهذا القول جمعت بين القولين، قول الحنابلة وقول الجمهور، فإن الأمر يحمل على الاستحباب، إلا أن الاستحباب آكد في نوم الليل دون نوم النهار. طيب، هذا بالنسبة للمسألة التي تتعلق بقوله فليستيقظ. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. طيب، الآن وصلنا في الشرح إلى قبل أن يدخلها في الإناء. طيب، في وضوئه، نتكلم على في وضوئه ثم نتكلم على الجملة الباقية. في وضوئه قلنا في رواية مسلم جاءت في إنائه، وعند ابن خزيمة في وضوئه أو إنائه. فالوضوء هنا بالفتح وهو الماء المعد لإيش؟ للوضوء، ويقصد به الإناء. طيب، إذا قلنا يقصد به الإناء المعد للوضوء فيلحق به الإناء المعد للغسل، لأن الغسل هو عبارة عن وضوء وزيادة. ثم يلحق به كذلك الآنية التي وضعت لغير الوضوء وكان فيها شيء رطب، وسنبين الآن هذه المسألة. فالذي يخرج معنا في هذا اللفظ الأواني الكبيرة والبرك، الأواني الكبيرة والبرك، فإنها لا تدخل معنا في هذا الحديث. لما قلنا الأواني التي هي صغيرة وليست معدة للوضوء تلحق من باب الاستحباب لا من باب وجود الكراهة، ما معنى هذا الكلام؟ قلنا الحديث جاء على صيغتين، جاء فليغسل يده، قلنا الأمر هنا الاستحباب، ثم قال فلا يغمس.
فالاستحباب لما تعديه فلا يغسل لوجود العلة، فتقول أنا إذا عديت الاستحباب تدخل الأواني الأخرى فيستحب الغسل لها، لكن الكراهة لا يمكن أن تعديها لأنه لا دليل عليها، وإنما الدليل على الكراهة في آنية الوضوء فقط، أما الاستحباب فيعد لوجود العلة في ذلك. طيب، هذا بالنسبة لقوله في وضوئه. إذا توقفنا هنا، فجاء إنسان وخالف هذا الأمر وغمس يده في الإناء، فما هو الحكم؟ واضح؟ الذين يقولون بأن الأمر هنا محمول على الندب يقولون لا حرج في ذلك ولا يأثم من فعل ذلك، والماء باق على حالته ولا يتأثر. أما الذين قالوا بأن الأمر هنا للوجوب فاتفقوا على أنه يأثم، ثم بعدما أثموه ينظرون إلى الماء، فإن كان الماء مستبحرا وكثير فالماء لا يتأثر، أما إذا كان الماء قليل فعندهم قولان وكلاهما روايتان عن الإمام أحمد، ففي رواية للإمام أحمد على أن الماء لا ينجس. لماذا؟ لأن الأمر هنا تعبد، والتعبد هنا لا يقتضي التنجيس. والقول الثاني وهو قول الظاهرية ورواية الإمام أحمد وقال به إسحاق والحسن البصري على أن الماء ينجس ويجب إراقته، ويجب إراقته، واستدلوا أولا لأن النهي يقتضي التحريم وهو قد ارتكب النهي، النهي يقتضي الفساد وهو ارتكب هنا النهي، والأمر الآخر استدلوا بالرواية التي جاءت عند ابن عدي في الكامل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غمس فليرق الماء، فإن غمس فليرق الماء، إلا أن هذه كما قال ابن عدي نفسه إنها زيادة منكرة، وقال الحافظ اتفقوا على ضعف هذه الزيادة. إلى هنا نأتي نكون قد تكلمنا في حالة ما إذا كان خالف الأمر، لكن نحن قلنا بأن الأصل في الأمر أنه يحمل على الاستحباب. طيب، إذا قلنا خالف وأدخل، طيب إذا الرجل ما أدخل يده كلها، أدخل جزء يده، فهل يكون الحكم مثل لو أدخل يده أم لا؟ كذلك فيها عندهم وجهان، فبعضهم قال يفسد بمثل لو أنه أدخل اليد كاملة، لأن البعض يأخذ حكم الجزء، وبعضهم قالوا لا، لأن هذا أمر تعبدي فلا ينزل الجزء منزلة الكل. طيب، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. طيب، هذا الأمر الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، هل هو أمر من باب التعبد أو أنه أمر معلل؟ واضح السؤال؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الذي استيقظ من نومه يغسل يده ثلاث، فهل هو أمر تعبدي محض أو أنه أمر معلل؟ وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك، الذي عليه جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا أمر معلل، والعلة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وذهب المالكية في الأصح والحنابلة قولا واحد ووجها عند الإمام الشافعي على أن الأمر هنا للتعبد وليس للتعليل، والدليل على التعبد قالوا وجود العدد في ذلك كما قالوا في الكلب يغسل سبعا للتعبد، فكذلك لما قال يغسل ثلاثا فإنه إيش للتعبد وليس للتعليل. طيب، إذا قلنا بأن الأمر هنا للتعبد أو للتعليل، ما هي ثمرة الخلاف في ذلك؟ ثمرة الخلاف في هذا الفرق. طيب، إذا سألناكم هذا السؤال، لا قد كم من أمر متعبد فيه وهو مندوب، التعبد لا يستلزم الوجوب، الذين قالوا معلل استدلوا بهذا، ولكن بعضهم قالوا وهو قول المالكية والحنابلة على أن الأمر ليش للتعبد بدليل وجود العدد. طيب، ثمرة الخلاف الآن ذكرنا احنا اثنين. نعم، لا، نحن تكلمنا أخرجنا المسألة الأولى، مسألة الإطلاق، مسألة إذا تيقن طهارة اليد، فإذا قلت الأمر للتعبد يغسل وإن تيقن الطهارة، أما إذا قلت بأن الأمر معلل
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإذا كان قد لفها بخرقة جزم أين يده طهارة فلا يغسل. هذا الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، هنا قلنا بمسألة التنجيس، إذا قلت الأمر للتعبد والتعبد لا يقصد التنجيس، هذا الثاني. وتكلمنا عن الثمرة الثالثة، هي مسألة الإلحاق، إلحاق نوم النهار بالليل، فإذا قلت الأمر للتعبد فلا تلحق، وأما إذا قلت أنه للتعليل فإنك تلحق. هذه ثلاثة مسائل. وفيه مسائل أخرى وهي مسألة النية، إذا قلت الأمر للتعبد تشترط في غسل اليدين هنا النية، وإذا قلت معلل فلا تشترط. كذلك مسألة من يقوم بهذا الفعل يشترط فيه التكليف، لأن التعبد شرطه التكليف، فإذا قام الصبي أو المجنون أو الكافر وكان الأمر للتعبد فلا عبرة إذا أدخلوا يدهم، أما إذا قلت معلل فهم يلزمون بذلك. في مسألة تفريق النية، إذا الإنسان كان يتوضأ ثم انتقض وضوءه في أحدث في نصف الوضوء، فإذا قلت الأمر بالتعبد فيعيد كذلك غسل اليدين، أما إذا قلت الأمر معلل فإنه قد تطهر فلا يعيدهما. والمسألة السابعة في ثمرة الخلاف هي مسألة غسل اليدين، إذا قلت الأمر للتعبد فتغسل كل يد على حدة، يأخذ الماء ليمينه ثم يأخذ الماء لشماله، وهذه حملت عليها فليغسل يديه. وأما إذا قلت الأمر معلل فتغسلان اليد مع بعض لأنه أدعى للنظافة. واضح الأمر هنا؟ طيب، هذه بالنسبة لتمرة الخلاف إذا قلنا بأن الأمر هنا معلل أو أن الأمر للتعبد. إذا جئنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهنا مسألة أصولية دقيقة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هل هذا من باب الشك مثل ما قلنا والشك لا يوجب حكما، أو أنه من باب الظاهر أي الغالب؟ نوضح المسألة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هل هو من باب الشك يعني باتت في مكان طاهر ليس في مكان طاهر، باتت قد علمها لم يعلمها، هنا من باب إيش؟ الشك، أو أنه من باب الغالب، يعني أن الغالب على الإنسان في الليل أن يده قد تصل إلى مواطن ليست بالمحمودة. واضح؟ فتفرعت هنا عندنا مسألة، فإذا قلنا الأمر للشك فخرجنا من الإشكال، والشك لا يوجب حكم الاتفاق. أما إذا قلت بأن هذا من باب الظاهر فجاءتنا مسألة أصولية، وهي إذا تعارض الأصل والظاهر أيهم يقدم، لأن الأصل بأن اليد إيش؟ طاهرة، ولكن الظاهر في هذه الحالة بأنها لمست شيئا ليس بذاك، فتعارض عندنا إيش؟ أصل وظاهر، وأيهم يقدم إذا تعارض الأصل والظاهر. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ طيب، المسألة هذه من المسائل التي قد يغفل عليها كثير من العلماء، لا نقول كثير من طلبة العلم، كثير من العلماء وكثير من أهل الفقه، وهي مسألة دقيقة جدا، حتى الإمام القرافي رحمة الله عليه لما تكلم عليها في الفروق ساق 20 دليل أو مثال لمسألة تغليب الأصل على الأصل على الغالب، و20 مثال لتغليب الغالب على الأصل، ثم قال لم أجد هناك ضابط، لم أجد ضابط يحد في هل أرجح الأصل أو أرجح الغالب، إلا أنه فيه بعض الأمثلة الشرع غلب الأصل، وفيه بعض الأمثلة الشرع غلب الظاهر. الحافظ بن حجر في الفتح الذي يستقرئ في كلامه يجد بأنه يقول بأن العبرة بالأصل، إذا تعارض الأصل والغالب يقدم دائما الأصل إلا في المواطن المستثنات. ولكن أضبط العلماء الذين ضبطوا هذه المسألة هو الإمام ابن الصلاح، ابن الصلاح رحمة الله عليه جاء بضابط، حتى الإمام السيوطي نقد الإمام النووي في شرحه على المجموع، فما جاء بضابط قوي في هذه المسألة، ثم قال الإمام السيوطي والأولى الضابط الذي ذكره ابن الصلاح. يقول ابن الصلاح إذا تعارض أصل وظاهر فلا بد من أن يلتفت إلى الترجيح،
كما لو تعارض عندنا دليلان. إذا تعارض دليلان ماذا نفعل؟ لابد أن نرى ننظر إلى مرجح يرجح أحدهما، واضح؟ فإذا نظرت إلى الدليل فإن استخلص الغالب قلت به قولا واحدا، وإن ترجح الأصل قلت به، وإذا لم يترجح لك أحدهما كان في المسألة قولا. هذا إلى هنا ينتهي كلام ابن الصلاح. على هذا الكلام الذي قاله ابن الصلاح يكون عندنا في هذه المسألة أربع حالات: حالة الأولى يترجح الأصل جزما، والحالة الثانية يترجح الغالب جزما، والحالة الثالثة يترجح الأصل لكن ليس من باب الجزم، والحالة الرابعة يترجح الغالب ولكن ليس من باب الجزم، واضح؟ الآن سوف نذكر مثال لكل حالة ثم نذكر ضابط لها لعل المسألة تتضح. في المسألة التي يكون الراجح الأصل جزما فضابطها هو أن يكون السبب مجرد احتمال، يكون السبب مجرد احتمال، وهذا مثاله كثرة الأمثلة التي عندنا في الأصل. إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فينفخ فحتى يشك بأنه انتقض وضوء فلا ينصرف. فهنا عندك الأصل بأنك على طهار، وأما الآخر مجرد احتمال لم يقم أي دليل عليه. فإذا كانت في هذه الصورة مثل الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، وإلى ذلك من الأمثلة، فيكون يغلب هنا الأصل جزما وقولا واحدا. لماذا غلبنا الأصل؟ لأن الغالب هنا عبارة عن احتمال، لا يقال احتمال ضعيف بل هو مثل الهاجس، واضح؟ هذا بالنسبة يغلب الأصل على الغالب. أما المسألة الثانية هي أن يكون الغالب ماذا؟ راجح جزما، وهي أن يكون السبب الذي دعا إلى الغالب قد نصبه الشارع، فإن الشارع إذا نصب شيئا على الغالب اعتد به وترك الأصل. كالشهادة، مثالها الشهادة، مثلا إنسان شهد عليه رجلان بأنه إيش؟ بأنه سرق، شهد عليه إيش؟ رجلا بأنه سرق، فهنا نحكم بإيش؟ بالشهادة إذا كان الرجلان عدلان. طيب الشهادة هنا من باب إيش؟ من باب الغالب، الغالب أنهم صدقوا لكن ممكن يكونوا كذبوا، والأصل في هذا الرجل الأصل هو البراءة، لكن هنا لما نصب الشارع الشهادة في ثبوتها للأحكام ألغي الأصل والتفت إلى إيش؟ والتفت إلى الغالب. وكذلك الرواية، الراوي لما يروي الحديث ولكن كان عدلا ضبطا فإننا نأخذ إيش؟ بروايته، رغم أن الغالب عليه الصدق والغالب عليه إيش؟ الضبط، فلهذا يقدم الغالب هنا على الأصل. واضح المثال الثاني؟ نعم. طيب ننتقل إلى المثال الثالث الذي هو إيش؟ الأصل ليس جزما. طيب الأصل ليس جزما إذا اختلف الأصل مع الغالب وكان الغالب سببه ضعيف، يكون الغالب إيش؟ سببه ضعيف. مثاله ثياب مثلا شارب الخمر، وثياب مثلا الصبيان، الأصل في هذه الثياب إيش؟ الطهارة، لكن الغالب على شارب الخمر أنه قد ينجس ثوبه، والغالب على الصبيان أنهم إيش؟ ينجسونها، لكن هنا يقدم الأصل ويلغى إيش؟ الغالب، من باب أنه أن سببه ضعيف، واضح؟ مثال آخر، مثلا في القضاء إذا جاء رجل وادعى على رجل أن له عليه مال، جيد؟ فمثلا جاءنا رجل كأبي بكر في تقواه وقال إن زيدا وذاك زيد عندنا من أفسق الناس قد أخذ مالي، فهل القاضي يأخذ بالأصل لزيد لأن الأصل أنه ما أخذ، أم يأخذ بقول هذا الرجل لأن الغالب عليه إيش؟ الصدق، فالغالب عليه أنه لا يدعي على الآخر، واضح؟ لهذا يقول ابن أبي عاصم في التحفة قال: والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة. المدعي مهما كان لابد أن يأتي إيش؟
بالبينة، فلو ادعى أتقى رجل من أهل الأرض على أفسق رجل من أهل الأرض شيء لا نقبل قوله إلا إذا جاء إيش بالبينة. فهنا غلبنا الأصل على إيش؟ على الغالب، لأن الغالب هنا سببه ضعيف، لأن البينة إذا لم القول إذا لم يجد معه بينة فهو إيش؟ فهو ضعيف. نضرب مثال أخير، مثلا الدم الذي صراه الحائض، الدم الذي صراه الحامل، هل هو حيض أو هو استحاض؟ فإذا قلت الحامل جاءها دم، والأصل أن هذا الدم دم سلامة وليس دم مرض، لأن الأصل السلامة، والأصل أن الدماء الخارجة من الرحم أنها إيش؟ أنها حيض، فيكون الأصل أن هذا الدم حيض، فإذن هي لا تصلي ولا تصوم. لكن عندنا الغالب الذي هو إيش؟ الغالب على النساء أن الحامل لا تحيض، جيد؟ فهنا يغلب الأصل على الغالب لأن سببه ضعيف، لأن سبب الغالب هنا إيش؟ هو عادة النساء، والعادة مضطردة لا يمكن أن تبقى على وتيرة واحدة، فيقدم الأصل على الغالب. طيب بقي معنا المسألة الرابعة التي هي إيش؟ إذا أن يترجح الغالب على الأصل، يترجح الغالب على الأصل إذا كان سبب الغالب قوية، إذا كان سبب الغالب قوية. وعندنا أمثلة كثيرة، من بينها مثلا الشك في العبادة بعد الانتهاء منها مطلقا، الشك في العبادة، الإنسان كان يصلي العصر فلما سلم وذكر الله ثم قال أنا أظن صليت أربعة ولا صليت ثلاثة، جاء الشك، ولكن جاء بعد الانتهاء من العبادة. الغالب على أنه ما خرج من الصلاة إلا وقد أكمل صلاته، هذا الغالب، لكن الأصل أنه صلى كم؟ أنه صلى ثلاثة، هذا الأصل، لأن الرابعة هنا التي وقع فيها إيش؟ وقع فيها الشك، واضح؟ لكن هنا اتفق الفقهاء أنه يؤخذ بإيش؟ بالغالب. لماذا؟ لأن سببها قوي، وهو أنه قد انتهي من العبادة، فلما طرأ الشك نجزم بأن هذا الشك، لا نجزم وإنما نغلب على أن هذا الشك لا عبرة به، واضح هذه الأقسام؟ جميل. طيب حديثنا هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فأي قسم من الأقسام الأربعة نضعها؟ يعني الحالة كم؟ ثالثة. طيب من يوافق ومن يخالف؟ الحالة الرابعة، الحالة الرابعة. الأولى اختلف الفقهاء، الأصل أنها بالحالة الثالثة، لأن عندك أصل والنجاسة هنا مشكوك فيها، فسببها ضعيف الذي هو الشك، فأنت تبقى على إيش؟ على الأصل، واضح؟ فهنا من الصورة التي يغلب فيها الأصل على الغالب، لا من باب الجزم وإنما من باب إيش؟ من باب الترجيح. طيب هذه مسألة قل من الفقهاء من ينتبه إليها، لهذا الإمام القرافي رحمه الله يقول وحتى تضبط لابد أن تجمع جميع الضوابط الفقهية وتساق في قالب واحد حتى ينظر إلى الضابط الذي تخرج عليه. طيب هذا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هل هو من باب الشك أم من باب الغالب؟ الآن ناقشنا المسألة، هل هذا من باب التعبد أو من باب إيش؟ من باب أنه معلل. طيب إذا قلنا بأنه معلل، فما هي العلة التي وجدت هنا؟ ما هي العلة؟ واضح؟ التي هي الطوفان، اللي هي الطوفان، لكن ما هي العلة فيها؟ فعندنا هنا قولان. القول الأول قاله الإمام الشافعي في الأم، قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث في الأم، قال وذكره كذلك في مسنده، قال إن هذا الحديث جاء في بيئة الحجاز، وهم قليل منهم من كان يستعمل الماء في الاستنجاء، فكانوا يستعملون إيش؟ الحجارة، والبيئة حارة. قال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن الإنسان لا يأمن أن تجول يده وتصل إلى ذلك المكان المستقدر فتتنجس يده، فتكون العلة إيش؟ العلة هنا هي النجاسة، فسبب هذا الحديث أن العلة فيه إيش؟ النجاسة، واضح هذا القول؟ جميل. القول الثاني وقال به المالكية أو البغداديون من أصحاب مالك، وهو أن العلة هي الاستقدار وليست النجاسة،
العلة إيش؟ الاستقدار، لأن الإنسان إذا نام قد تصل يده إلى أنفه أو إلى إبطه أو إلى مغابنه، فقد تتلوث بشيء لا نجزم بأنه نجاسة لكن شيء مستقدر، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. واضح العلتان؟ طيب هنا عندنا علتان. الإمام الباجي رحمة الله عليه في المنتقى انتصر للقول الذي يقول بأن العلة الاستقدار وليست النجاسة، قال لأن التعليل بالنجاسة ضعيف من ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو أن الإنسان عادة لا تصل يده إلى ذلك المكان إذا كان نائما، وهذا الشيء المجرد. والأمر الثاني قال لو كانت العلة بهذا الشكل الذي قال الإمام الشافعي لأمر بغسل الثوب، لأنه هو ملاصق للمكان فيكون يتنجس حقيقة قبل اليد، واضح؟ والأمر الثالث الذي قاله هو أن الإنسان عادة في حالة النوم لا تخرج منه النجاسة، النجاسة لا تخرج حقيقة، فكان يقول لا توجد نجاسة في ذلك المكان بهذا الاعتبار. واضح التوجيه هذا الذي قاله الإمام الباجي. لكن إذا أمعنت النظر تقول بأنني أجمع بين العلتين في المسألة، وتقول أعلل هذا الحديث أو لا مانع عندك أن يعلل بالنجاسة وبالاستقدار. طيب الآن إذا نظرت إلى هذه العلة، ما هي ثمرة الخلاف في هذا الحديث إذا عللت بالاستقدار أو عللت بإيش؟ بالنجاسة. فإذا عللت بقول الإمام الشافعي وأن العلة هن النجاسة، فتقول متى ما شككت في وجود النجاسة فيأتي هذا الاستحباب بغسل اليدين، واضح؟ لهذا الإمام الشيرازي في المهذب في باب السنن يقول ويسن غسل اليدين، ويسن غسل اليدين إذا استيقظ من نومه. فاستدرك عليه الإمام النووي في المجموع قال وهذه ليست عبارة الشيوخ، فإن الشيوخ عندهم في المذهب الشافعي يعبرون بوجود النجاسة، لأن الأمر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النوم قال من باب فقط ذكر صورة، والقاعدة الأصولية على أن ذكر أفراد العام أحد أفراد العام لا يقتضي التخصيص بها، فكان الأولى أن يقول لا يستحب غسل اليدين حالة كونك قائما من النوم، وإنما يستحب غسل اليدين إذا شككت في النجاسة. واضح؟ هذا إذا قلت عللت بأن العلة إيش؟ النجاسة. أما إذا عللت بالعلة الأخرى التي هي علة الاستقدار، فإنك تقول مطلقا تغسل اليدين مثل ما قال الأخ، تغسل اليدين مطلقا من باب إيش؟ من باب الاستقدار، والاستقدار عادة لا يسلم منه النائم والمستيقظ، لأن الإنسان إذا كان مشغول ممكن تصل يده إلى أي مكان، فلهذا يغسل يده على جميع الأحوال. هذا إذا عللت بالعلتين، ولا مانع أن يعلل هنا الحكم بهاتين العلتين. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب أين باتت يده؟ الآن تكلمنا على المسائل اللفظية بما يخص هذا الحديث، بقيت معنا ذكر الفوائد التي استنبطها العلماء من هذا الحديث، نسردها حتى لا نطيل عليكم. أول فائدة تستفاد من هذا الحديث هو أنه يستحب غسل اليد قبل إدخالها إلى الإناء ثلاثة. الأمر الآخر يكره إدخال اليد قبل غسلها في الإناء. الأمر الثالث والفائدة التي بوب عليها مالك رحمه الله الحديث، وهو على أن النوم ناقض لإيش؟ للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، يعني فليتوضأ، فكأن مالك استشف بأن من هذا الحديث على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه والنوم إذا كان أو النائم إذا كان مضطجعا أو النوم كان مضطجعا وكان مستغرقا فإنه ناقض للوضوء بالإجماع. وهذه الفائدة التي أردنا أن نذكرها هنا هي أن النوم ناقض للوضوء إذا وجدت فيه الصفتين الاضطجاع مع الاستغراق، إذا فقدت أحد الصفتين قد يختلف الحكم، نرجئها إلى الأحاديث الآخر الذي ذكره مالك. إذن هذه الفائدة كم؟ الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة وهي أن الشرع لما يعني رخص
في وجود النجاسة في ذلك المكان من باب الرخصة، فإذا انتقلت إلى مكان آخر فإنها نجسة ويجب غسلها. واضح هذا الحكم؟ نعيده الآن. الشرع لما نحن كنا تكلمنا على هذه، لما أجاز الاستجمار، وقطعا الاستجمار لا يزيل حكم النجاسة، وإنما قد يزيل عينها وقد يبقى هناك أثر، لكن تساهل الشرع وأجاز الصلاة بذلك. فإذا لمسها الإنسان أو انتقلت من ذلك المحل إلى محل آخر لزم إيش؟ غسلها، بدليل هذا الحديث. وهذا الأمر. الأمر الآخر هو أن النجاسة على رواية مسلم على أنه يستحب غسل النجاسة ثلاثا، على هذا القول، على هذا الحديث. فأي نجاسة يستحب غسلها إيش؟ ثلاثا. والفائدة الأخرى، يستحب غسل النجاسة ثلاثا بالنسبة للمتوهمة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ثلاثا بالنسبة لإيش؟ للمتوهمة. طيب إذا تيقن النجاسة فإنه تغسل ثلاثا من باب أولى. الفائدة السابعة في هذا الحديث هو تلقي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سمعنا وأطعنا، ولا يضرب لله ولا لرسوله الأمثال. فسبحان الله، في هذا الحديث كان علماء الحديث يخافون منه، لأنه علل بعلة الإنسان قد تدخله الوسوسة فيها. لهذا لما حدث بهذا الحديث أبو هريرة قام له رجل قال: أرأيت إذا توضأت في مهراس، اللي هو الكبير، فقال له أبو هريرة: أعوذ بالله من الشرك. لأنه الآن كأنه يريد أن ينقض. وعبد الله بن عمر لما حدث بهذا الحديث قال له الرجل الآخر: أرأيت إذا توضأت في بركة، فمسك حجر ورماه به، لأنه يريد أن يدخل إيش؟ يدخل الشك. لهذا ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في البستان قال: كان بعض المبتدعة لما حدث بهذا الحديث وكانوا في مجلس علم قال: أما أنا فأعلم أين باتت يدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقال هو: أما أنا فأعلم أين باتت يدي. لكن سبحان الله، لما نام، لما استيقظ، قالوا: قد وجد يده في ضبره، فما خرجت من ضبره إلا بعدما تاب. ويذكر الخطيب البغدادي قصة أخرى في هذا الحديث، أن كان بعض طلبة العلم يتشاورون فيه ويتدارسونه كنحن في المسجد، فلما قيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال أحد: وأين تكون باتت يده؟ قال: ما أكمل جملته حتى انشق السقف فنزلت أفعى فتبعته. قال: هو يجري وهي تجري وراه. فقال له البقية: ويلك تب، ويلك تب. فقال: أتوب إلى الله. فلما تاب رفعت الحية. فهذا كله الانقياد إلى أوامر الله وإلى رسوله، والإنسان يدفع الوسوسة في ذلك. هذه الفائدة الثامنة أو السابعة. الفائدة التي بعدها، وهي استحباب الاحتياط في العبادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: فليغسل فإن أحدكم لا يدري، فهنا من باب الاحتياط في العبادة. إلا أن النووي قيد ذلك وقال: ما لم يصل بذلك إلى حد إيش؟ إلى حد الوسوسة. الفائدة التي نختم بها المجلس إن شاء الله، وهي قالها الزين العراقي رحمة الله عليه: هذا الأمر بغسل اليد ثلاثا، هل هو نفسه غسل اليد في الوضوء أم لا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده ثلاثا، لأن أحدكم لا يدري. طيب، غسل الثلاث، والوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا توضأ غسل إيش؟ يديه ثلاثا. هل هذا الحكم هو نفسه أم لا؟ الظاهر من كلام العلماء على أنه نفسه، ويؤيد ذلك الرواية التي معنا في وضوئه، ورواية ابن ماجة: فإن أحدكم إذا قام يتوضأ فليغسل يده ثلاثا. وبهذا نختم إن شاء الله في هذا القدر كفاية، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.